السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملية تكاثر ورد الجلبرة ليست بالبذور فقط، نقدر نكاثر الجلبرة بعملية التقسيم. اليوم عندي هنا الجلبرة، أريد أقسمها إلى 3 شتلات، والطريقة قدامكم راح أسويها. نحاول بسكين كبير وحاد نفصلها عن نبتة الأم، ومنحاول ما نأثر على شتلة الورد هاي، ومنحاول ما نأثر على النباتات اللي حولها. هذا عندي هنا قلم راسك ناجح، ما بدي أثر عليه. على هذا الجانب نحوطها من 4 جهات. حتى نحافظ عليها، نحافظ على النبتات اللي دابة دايرها. بعدين نجيب هذا المعول الصغير ونرفعها. ما شاء الله ما شاء الله، طلعت هي وطينتها وجذورها ووردتها. يلا نزرعها بهذا المكان. حتى تصير جلبرة حمراء وجلبرة لون بصلي. نحطها بهالطريقة هاي، نحافظ على تربتها ما تتفتت. ونملأ الفراغات، ندشها شوي هيك زين حتى ما يدخل هواء للجذور وما تتأثر النبتة نهائيا. نجي هذا المكان شلعنا منه، نمليه بالتراب بعناية، وبعدين نجي نسقيه. هاي النبتة اللي زرعناها نسقيها أيضا. هذه خلفة هنا زرعناها، هاي الوردة نفس اللون أيضا نسقيها. هاي هسه لون بصلي وهذا لون اصفر، هذا صارت هنا عندنا لون ماروني، هنا عندنا لون وردي، حتى تجتمع كل الالوان شريط واحد. عملية سهلة وبسيطة، شتلة واحدة لون حلو، وصار بيها خلفات قسمناها سويناها 3 شتلات. هاي الام وهاي البنتاي زرعناها يم هذا اللون البصلي. وهاي البنتاي الثانية. عملية سهلة وبسيطة، ما استغرقت عندي إلا 3 دقائق فقط. شكرا جزيلا لكم. مع تحيات أخوكم خالد الخياط. مع السلامة.